فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد بعض الداعيات في هذه البلاد يلقين محاضرات في مصليات النساء أو في الدور النسائية، ثم يقومن بتسجيل هذه المحاضرات وإنزالها في الأنترنت من باب أن تعم الفائدة، فهل هذا الفعل مشروع؟ إذا كانت توزع على النساء فلا مانع، توزع على النساء ما في مانع، أما أن توزع على الرجال ويسمعون صوتها فهذا فيه محذور، سماع صوت المرأة فاتن. نعم.